معانا النهارده من خلال زوم خبيرة الاتيكات الأستاذة نادين جاد. هنتكلم مع نادين جاد عن كتابها الاتيكات ومهارات بناء العلاقات الاجتماعية والدبلوماسية الراقية، وكمان هي على فكرة بتنظم ورش لتعليم فنون الاتيكات للأطفال، وأعتقد إنه مفيش ألطف من كده. أهلا بيكي أستاذة نادين. أهلا وسهلا، أهلا ازيك يا بحضرتك. رانيا؟ أهلا، أنا كويس أهلا، الحمد لله. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. أولا أنا سعيدة جدا بتنظيم ورش للأطفال اللي حضرتك بتعمليها علشان تعلميهم مهارات الأدب والأخلاق والذوق والإتيكات، ودي لوحدها الحقيقة مهمة كبيرة جدا. لا، ومش بس كده، والإتيكيت الحركي والمساحة الشخصية، وإزاي طبعا يمشوا وإزاي يقعدوا وإزاي يردوا وإزاي يتصرفوا في أغلب المواقف وفي أغلب الأماكن كمان. جميل، ده شيء رائع. مهارات بناء العلاقات الاجتماعية من وجهة نظر حضرتك، وإزاي نقدر نعمل ده بشكل راقي؟ أغلب الناس بيحاولوا يجتهدوا، فساعات حسن النية أو التلقائية بيحطهم في مشاكل، لكن لما بنحط لهم بنود وبنقول إن أنت في المكان الفلاني الصح تتصرف بالطريقة الفلانية، ده بيريحه وبيخليه عنده ثقة نفسية وبيخلي العلاقة تدوم، يعني الأشخاص الآخرين بيحبوا التعامل معاه. فاحنا لازم نديله كده الاساسيات، المبادئ الاساسيه اللي يقدر على اساسها ان هو يتصرف ويبقى عارف ازاي هيتصرف في الموقف الفلاني ايا كان، وبثقه في نفسه. علشان اقدر ابني علاقات اجتماعيه ناجحه، من وجهه نظرك تنصحينا بايه من خلال كتاب حضرتك؟ ان انا اخد فكره وان انا اقرا كويس واطلع، و لازم ابقى واثقه في نفسي في تصرفاتي وابقى عارفه ازاي التصرف الصح في المكان المظبوط. يعني انا حاولت في كتابي ان انا اتناول امور كتير زي الاماكن. كتير مننا بيروح سينما او مسرح او حتى جامع او كنيسه او مكتبه او مستشفى او عياده او سوبر ماركت، كل دي حاجات مشاوير كل يوم احنا بنعملها، بس ما بنعرفش نتصرف في بعض المواقف اللي بتقابلنا. فبطلب منهم ان يبقى في تريث وما اتصرفش بحسن نيه، لا انا اتصرف زي ما احب ان انا اتعامل اعامل. ومهم قوي ان يبقى في حدود للعلاقات، ونوعا ما ما اعمقش العلاقات غير بعد فتره من التعاطف انا اللي اقدر احولها. يعني احاول نوعا ما في الاول اسطح العلاقات وافهم الناس اللي حواليا، وبعد كده انا اللي اخذ القرار سواء اعمق العلاقه او لا. اوكي، وبرضه تناولت في الكتاب جزء كبير عن المناسبات، عيد الأم وعيد الأضحى ورمضان والخلاف ورأس السنة وعيد الحب وعيد الميلاد، كل دي مناسبات احنا بنتلخم فيها، أتصرف إزاي، أعمل إيه، كلها أغلبها اجتماعية. وكمان تناولت العلاقات مع الأشخاص، مع أصحاب الهمم، مع كبار السن، إزاي نتعامل مع زمايل الشغل، إزاي نتعامل مع الأصدقاء، ومن غير ما اتعدى الحدود، يعني احافظ على حدودي وفي نفس الوقت انا ما اضغطش الشخصيات اللي قدامي، او يبقى في مساحه عشم بزياده فانا فيها ان انا احرج حد او احرج نفسي. صحيح والعلاقه ما بين الزوج والزوجه، والعلاقه ما بين زملاء العمل، والعلاقه ما بين الجيران، وخلافه من العلاقات اللي احنا بنتعامل فيها بتلقائية، حقيقي. ولكن هي بتبقى محتاجة شوية ذكاء اجتماعي ودبلوماسية في طبعا التعامل طبعا عشان تدوم العلاقة. طبعا بتكون محتاجة كمان حدود، محتاجة تكون ان انا ما اقتحمش الناس اللي قدامي، او ما اقتحمش خصوصيات البني ادم اللي قدامي، ما اتصرفش بعشم قوي احيانا مع الناس اللي مش قريبين قوي، لانه برضو العشم الزيادة او الاقتحام الزيادة او تخطينا للحدود ده اعتقد ان هو ممكن يدي للناس عننا فكرة غلط وبيبوظ العلاقة. وبيبوظ العلاقة. طبعا طبعا طبعا، مساحة العشم مش لطيفة غير صحيح مع ناس معينة. صحيح صحيح. حضرتك كمان بتنظمي ورش تعليم للأطفال، والحقيقة أنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أنا معجبة جدا بالفكرة دي. كلميني شوية بقى عن الورشة دي. الأطفال اللي بيجوا لك سنهم قد إيه؟ بيتعلموا إيه؟ بتبتدي إزاي؟ من سن كام لسن كام؟ يعني إيه أكبر عمر حضرتك ممكن تستقبليه مثلا في الورشة دي؟ كنت لغايه 13 14، من سن 6 سنين لغايه 13 14، بعد كده بيبقى في ورش للمراهقين. ووقتها بتتناول بالنسبه للمراهقين غير الاساسيات اللي انا بديها للاطفال زي الكلام والحديث والاتيكيت الحركي والمحافظه على المساحه الشخصيه
واداب تناول الطعام، يعني كل دي حاجات اساسيه بيتناولوا ايوه كمان المظهر وحسن التصرف ايوه والتعامل مع الاخرين في ايا كان. طبعا. الاطفال لازم نركز على الكلمات السحريه، شكرا، وانمي ثقافه الاعتذار والاحتفاظ بالالقاب، وازاي ان هم يخبطوا الباب قبل ما يدخلوا ايا كان الباب مفتوح او مقفول، طبعا ازاي ما يقطعوش الكبار في كلامهم، وازاي بنوصل لطريقة ان احنا نلفت بيها نظر الكبار، او التعامل مع الاب والام والمدرس والجدة والجد وخلافه من مفهوم اللي بيحطيهم، يعني هم محيطين باشخاص، ازاي يحسنوا التعامل معاهم. طبعا وده طبعا طبعا بالتعاون مع الاولاد، ان هم بيبقى في مثلا وقت ان احنا نتعلم فيه، ووقت ان احنا يمارسوا فيه ده، احنا بنمارس ده فين؟ الكلمات دي احنا بنقولها امتى؟ امتى بقول شكرا؟ امتى بقول من فضلك؟ ازاي ادخل اتعامل؟ صحيح وشتى المواقف فبنطبق عليها. بعد كده بيبقى في اداة تناول الطعام. ايوه اغلب الولاد احنا بنروح اي الاماكن كلها اكل وشرب، فلازم يبقى الولاد يجيدوا ازاي يمسكوا الشوكة والسكينة، وعشان كده احنا بنبتدي من سن 6 سنين. ازاي جميل يتصرفوا لو حصل موقف واحنا معزومين او احنا عازمين، ازاي نتصرفوا في المواقف في الاماكن العامة، سواء احنا في مطعم او في نادي او في كافيه او في اي مكان، احنا بناكل احنا بنشرب، ازاي نتصرف من غير ما نزعج اللي حوالينا ونسبب احراج للاهل. اوكي بعد كده بيبقى في المساحة الشخصية والاتيكيت الحركي، ازاي اي نقف، ازاي نمشي، ازاي نقعد، ازاي نتعامل، ازاي ما اقتحمش مساحه الشخصيه لزميلي في المدرسه او للكابتن بتاعي في النادي او لزمايلي او لاصحابي ايا كان طبعا المكان اللي انا فيه. طبعا اعتقد ان ده اساسيات ومهم جدا اكيد جدا لاولادنا ان هم يعرفوه. طبعا ازاي طبعا يقف وهو بيتكلم مع اللي حواليه، ما ينفعش طبعا يحط ايده في وسطه او ايده في جيبه او يشاور بطريقه غير لائقه. صحيح صحيح. اتمنى ان الورش اللي بالشكل ده او الكلاسز اللي بالشكل ده تكون موجوده كمان منها بجد في المدارس، لانه حقيقي الام بتحاول تعلم واكيد الاهل بيحاولوا يعلموا، بس هي اكيد موجودة في أماكن اكيد كتير لو أنا في أسف. متخصصين تدخلوا في الموضوع ده اعتقد ان احنا هيكون عندنا جيل بينتمي دايما للمنطقه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي، اللي هي الذوق، اللي هي الشياكه، اللي هي اللطف، اللي هي الادب، اللي هي الاخلاق. اعتقد ان ده هيكون شيء في منتهى الروعه بصراحه. انا وإني بشكرك. أسيب بصمة حلوة اكيد الناس تحب تتعامل معايا. اكيد اكيد بس هي الفكرة إن الموضوع الحمد لله منتشر على مستوى مصر، في الحمد مكتبات لله مصر العامة، في أماكن مختلفة كتير، وبنروح دور أيتام وبندخل فعلا مدارس، ويا رب هايل يكمل الموضوع هايل ونقدر هايل نوصل لكل الولاد طبعا والبنات، طبعا عشان هم دول شباب المستقبل. طبعا. ونطلع جيل فاهم يعني ايه اخلاق، وفاهم يعني ايه ذوق، وفاهم يعني ايه ادب، وفاهم يعني ايه احترام، وفاهم يعني ايه حدود. انا بشكر حضرتك استاذه نادين على طبعا مداخلتك الجميله من خلال زوم، وان شاء الله نقابل حضرتك قريب في الاستوديو. الاستاذه نادين جاد الكاتبه وخبيره الاتيكات كانت معانا دلوقتي من خلال زوم.